ومعنا هاتفيا من لندن السيد كميل البوشوكان متخصص في الشأن الإيراني. مرحبا بك سيد كميل. حديث من النظام عن هدوء التظاهرات يقابله حديث من المعارضة عن استمرار وتيرة التظاهرات في التصاعد في المدن الإيرانية. كيف ترى الحراك المعارض بين حديث النظام وحديث المعارضة؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. حول المظاهره، يعني اذا نقسم الوضع الاحتجاجات في ايران على نقطتين. الاحتجاجات ابتدت في الاحواز يوم 3 ديسمبر بعد هجوم قوات الامن على قريه الجليدي في الحدود العراقيه. وكانت هناك مظاهرات منذ يوم 3 الى يوم تقريبا 22 او 23 ديسمبر. لكن في يوم 28 ديسمبر أول احتجاج كان في مدينة مشهد في محافظة خراسان شرق إيران، وفي يوم الثاني استمرت هذه المظاهرة إلى مدن أخرى مثل طهران ومدينة كرمانشاه وإصفهان. والمظاهرات يوم على يوم استمر. النظام الإيراني في يوم 31 ديسمبر ظن من قليل التهديد أو استعمال العنف يوقف الاحتجاجات في إيران في أنحاء مختلفة من إيران، لكن الاحتجاجات بسرعه توسعت الى 74 مدينه، ولكن وسفيره الولايات المتحده في الامم المتحده تتكلم على 79 مدينه في ايران محتجه ضد النظام الايراني. حتى اهل المعتقلين يعني دخلوا في معترك هذه التظاهرات، كيف سيؤثر كل ذلك في الحراك داخل ايران؟ بالتأكيد عدد المعتقلين وصل إلى 3000 معتقل، ألف من هؤلاء طلاب جامعات، وألف من هؤلاء من الأحواز، وألف آخر من مناطق مختلفة، يعني غير طلابية وغير أحوازية. لكن هذا الرقم، يعني هذا الرقم وصل الشهداء إلى 50 شهيد في مناطق مختلفة من إيران، 10 منهم في الأحواز. بالتأكيد يعني الثورة مستمرة، على الرغم في بعض مدن خفت، لكن في مدن أخرى يعني توسعت المظاهرات. مثلا معشور أفضل مثال، البارح كان مدينة القلق قبل أيام، مدينة الخفاجية في مدن أحوازية، هيك على مدن أخرى في مناطق اللور، مناطق لورستان مثل دورود وغيرها، ومناطق كردية تقريبا. طيب. من منطقة من مدينة إيلام إلى مدينة سلندج كلها منتفضة. نعم. وجديدا الأتراك يعني دخلوا في خط الثورة ومدنهم شعارات. طيب سيد كميل، بعد اتهام النظام لأمريكا بدعم التظاهرات، يعني الآن هو يقحم كردستان في هذه الأزمة، ماذا تعني توجيه النظام الاتهامات إلى الخارج برأيك؟ ماذا يعني؟ يعني النظام الإيراني تخبط، لديه تخبط في هذا الموضوع. أمس محسن الرضائي اتهم عائلة الشهيد صدام حسين، واتهم عائلة بارزاني وجهاز الأمن السعودي وشخصيات سعودية بالتنسيق مع السي آي إيه في فرصة عملية في أربيل خططوا لهذه المظاهرة. أولاً نعم. هي المظاهرة الشعبية غير منظمة، فالدول إذا تتقرر على مظاهرة أو ثورة في بلد بالتأكيد تعمل بشكل منظم وبشكل مبرمج، وليس مظاهرات بدايتها الشعبية. نعم. صحيفة الصنداي تايمز تحدثت أن الإيرانيين يدفعون الآن ثمن إمبراطورية فارسية جديدة، إلى أي مدى ترى صحة هذه الرؤية؟ وكيف أثرت سياسة النظام في الأوضاع الداخلية للشعب الإيراني؟ سيدي النظام، يعني اذا نتكلم على النظام الايراني، النظام الايراني لديه قوه محليه وليس قوه عالميه، وتوسع اكثر من وزنته، يعني توسع في سوريا ولبنان واليمن والعراق وحاول في البحرين، وكل هذه الميليشيات مكلفه ماديا، يعني بس ميليشيات الافغان في سوريا تكلف النظام مليار دولار سنويا، ناهيك على دعم النظام السوري، ناهيك على دعم ما يقارب 12 ميليشيا في العراق رواتبهم مباشرة من النظام، ناهيك على حزب الله، ناهيك على الحرب في اليمن. فالنظام يعني يدفع سنويا ما يقارب 20 مليار دولار وهو في حالة فشار. هذا العمل يعني هو هدفه من هذه الدعم هو الامبراطورية الفارسية تحت إطار مذهب معين يستطيع يتسلط في المنطقة. لكن هذا المسؤول وهذا التكلفة المادية سببت النظام من الداخل يعني يواجه مشاكل. نعم سيد كميل، أشكرك. وغيرهم خلت الشعب في أنحاء مختلفة من إيران ينتفض.
شكرا لك سيد كميل البوشوكل، المتخصص في الشأن الإيراني، هاتفيا من لندن.